بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين محمد وآله الطيبين الطاهرين وأصحابه المنتجبين. تحية طيبة لكم مشاهدينا الكرام، مشاهدي قناة الكوثر الفضائية، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. هذا موعدكم مع حلقة جديدة من برنامج مطارحات في العقيدة، عنوان حلقة الليلة معاوية وظاهرة وضع الحديث، القسم السابع، طبعا هو القسم الأخير قبل أيام شهر رمضان المبارك، ولأن البرنامج كما وعدناكم سيكون في خلال أيام شهر رمضان المبارك على مدى 4 أيام ابتداء من يوم الخميس ثم الجمعة والسبت والأحد، ولكن بعنوان آخر، ثم بعد أيام شهر رمضان المبارك سنعود إلى هذه الأبحاث مرة أخرى إن شاء الله تعالى. أرحب باسمكم بضيفنا الكريم سماحة آية الله سيد كمال الحيدري، مرحبا بكم سماحة السيد. أهلا ومرحبا بكم دكتور. حياكم الله سماحة السيد. ذكرتم في الحلقة السابقة أنه من الإجراءات التي اتخذها النهج الأموي والحكم الأموي وضع الأحاديث في فضائل معاوية خصوصا، فهل هناك شواهد أخرى تثبت هذه الحقيقة؟ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. في الواقع قلنا في هذا المجال نجد أن هناك كثير من الروايات التي وضعت لبيان فضائل معاوية بالخصوص. طبعا قلنا في الحلقة السابقة أو الحلقات السابقة أن الروايات كثيرة في فضائل بني أمية، في فضائل معاوية، في فضائل بعض الأصحاب الذين أو الصحابة الذين والوا معاوية وعادوا عليا وأهل بيته، ولكنه كما هو واضح أن الوقت لا يسع أن ندخل في تفاصيل هذه الأبحاث والنصوص التي وضعت وإثبات أنها موضوعة. ذكرنا في الحلقة السابقة أنه اتفقت كلمة علماء العلماء والمحققين بأن كل الروايات وكل النصوص التي وردت تبين فضيلة من فضائل معاوية بالخصوص فهي موضوعة وهي كاذبة وهي لا أصل لها. هسه الآن قد يتبادر إلى الذهن بأنه أساساً هم أنفسهم يعني علماء السنة وعلماء مدرسة الصحابة هم قالوا أنها موضوعة، إذن ليس هذا جديدا الذي تقولون. الجواب كلا، فإن جملة من هؤلاء الذين كتبوا في فضائل معاوية وبني أمية لم يشيروا إلى أن هذه الروايات روايات موضوعة وكاذبة، وإنما أثبتوا وثبتوا أنها فضائل صحيحة. والآن في هذه الليلة أنا أقف عند بعض هذه الشواهد لإثبات هذه الحقيقة. من الكتب التي عرضت لهذه المسألة ما ورد في كتاب الرد على المبتدعة تصنيف أبي علي الحسن بن أحمد بن عبد الله المعروف بابن البناء الحنبلي المتوفى سنة 471 من الهجرة، تحقيق أبي عبد الله عادل بن عبد الله آل حمدان، دار الأمر الأول للنشر والتوزيع. حتى أشير أيضا إلى الطبعة كما عودنا المشاهد الكريم، قال دار الأمر الأول للنشر والتوزيع، المملكة العربية السعودية، الرياض. في هذا الكتاب في الصفحة 267 من الكتاب هكذا يقول، يقول فصل، أنا بودي أن المشاهد الكريم يقول فصل: ومعاوية بن أبي سفيان كانت إمامته بعد علي بن أبي طالب،
وإنما طالب بدم عثمان ولعن قاتله، يعني لم يلعن ولم يسب علي بن أبي طالب، وإنما لعن من قاتل عثمان. هذا التدليس الأول. حسنتم. وقد ثبت فيما سبق بأنه أساسا كان يعلن بسب ولعن علي بن أبي طالب. فلما حصل الأمر للحسن خلع نفسه الإمام الحسن قربة إلى الله، باعتبار أن معاوية أصلح من الإمام الحسن الذي هو سيد شباب أهل الجنة، فخلع نفسه راضيا وأعطاها لمن؟ وأعطى. هذا هو التدليس الذي يوجد، ولعله إن شاء الله نوفق الإشارة إلى ذلك. قال وردها إليه، عجيب، رد وكأن حق إلى أهله. أحسنتم، وكأنه كان هذا حق أبيه وبني حق مغصوب. بني أمية، غصبه الإمام الحسن، غصبه الإمام علي، الآن ردها لمن؟ ردها لأهلها، ردها هذا هو التدليس، هذا هو التدليس الواضح، هذا هو التلاعب بالتاريخ. فلما حصل الأمر للحسن خلع نفسه وردها إليه، وسمي عام الجماعة باعتبار أنه علي كان يعيش عام الفرقة والفتنة. ولكن هذا هو التدليس الإعلامي، وأنتم تجدون الآن الذي يخنع لإسرائيل يسموه ماذا؟ معسكر الملالة الصلح ومعسكر الاعتدال، أما الذي يحاول أن يطرد الاحتلال يسمى معسكر ماذا؟ معسكر الإرهاب. هذا هو منطق التاريخ العجيب. أحسن. هذا هو المنطق. الآن أنتم تجدون في العراق الذي يحارب الاحتلال يكون ماذا؟ إرهابيا، الذي يسكت عن الاحتلال، يوقع مع الاحتلال، يوافق عليه، يكون ماذا؟ يكون وطنيا وإلى غيره، على أي الأحوال. يقول فلما حصل الأمر للحسن خلع نفسه وسمي. قال أحمد، التفتوا جيدا، هذه دي ينقلها ابن البناء الحنبلي عن أحمد بن حنبل. نعم. قال أحمد بقي 40 سنة من معاوية. نعم. بقي 40 سنة، 20 إمارة و20 خلافة. عجيب، أيضا هو من الخلفاء هو. نعم. إذن الخلافة لم تنتهي ماذا؟ ب30 عام، وإنما تستمر بعد ذلك. نعم. أحسنتم، إلى معاوية، وعشرون خلافة، ولم يوجد من أحد إلا شكره وترضى عنه. لا إله إلا الله. هذا الذي فعل ما فعل، قتل صحابة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله، خرج على إمام زمان، تاجر في الخمر، فعل ما يشاء. المشاهد الكريم بعد يعلم ماذا ذكرنا عنه. ثم بعد ذلك يأتي مولانا لينقل الروايات الواردة في فضله. يقول عن أبي هريرة قال قال رسول الله. أبو هريرة، وما أدراك ما أبو هريرة واقعا. الروايات من أمثال هؤلاء. عن أبي هريرة قال قال رسول الله ائتمن الله على وحيه 3، جبريل وأنا ومعاوية. والتفت المشاهد الكريم، بودي أن يلتفت المحقق في الحاشية، يقول أن الرواية ماذا؟ موضوعة، وإلا صاحب الكتاب لا يقول أنها موضوعة، يستشهد بها، يستشهد بها ليدلس البعض ويخرج هنا وهناك البعض يقول نحن قلنا أنها موضوعات. لا، أنتم لم تقولوا أنها موضوعات، أنتم كذبتم على الناس، دلستم على الناس، حاولتم أن توهموا أن معاوية وردت فيه روايات ماذا؟ في بيان فضائله. هاي رواية. الرواية الثانية عن جابر بن عبد الله أن رسول الله أعطى معاوية سهما في غزوة بني خليد، فقال يا معاوية خذ هذا والقني به في الجنة. هذه هماتينا من الرواية. ومن الروايات أيضا عن أنس قال قال رسول الله إني لا أفقد في الجنة إلا معاوية بن أبي سفيان، لا فاطمة، لا الحسن، ولا الحسين، ولا أبو بكر، ولا هذا أفضل الصحابة بعد باعتقادكم، ولا أبو بكر، ولا عمر، ولا عثمان، ولا عائشة اللي تقولون أنها كانت أحب نسائه إليه، هؤلاء كلهم لا يفتقدهم رسول الله، فقط لمن يفتقد؟ يفتقد معاوية. إني لا أفقد في الجنة إلا معاوية بن أبي سفيان، فإذا كان بعد كذا وكذا رأيته فأقول أين كنت؟ فيقول عند ربي، ويقول هذا بما نيل من عرضك في داري الدنيا.
هذه شواهد. ومن الشواهد، هذا من المتقدمين، المتوفى كما قلنا في سنة 471 من الهجرة. نعم. جيد جدا. أما المعلق، انظر ماذا يقول المعلق وماذا ينقل. المعلق الذي هو أبو عبد الله عادل بن عبد الله آل حمدان هكذا يقول، يقول: عقد المصنف هذا الفصل لبيان منزلة الصحابي الجليل معاوية بن أبي سفيان. هسه من يصلون إلى علي لا يسمون الصحابي ماذا؟ الجليل، يقولون علي. نعم. معاوية بن أبي سفيان وإثبات إمامته وأنه إمام وصحتها وذكر ما روي في حقه من الفضائل والآثار. هذا المعلق ده يقول. نعم. ها؟ نعم. هذا الذي ثبت فيما سبق. نعم. المحقق والذي علق على هذا. نعم. الكتاب. نعم. وقد اعتنى أهل السنة وغيرهم، أنا في اعتقادي لم يعتني أهل السنة وإنما اعتنى أهل النهج الأموي. نعم. أصحاب النهج الأموي. وقد اعتنى أهل السنة وغيرهم بفضله بذكر فضائله، فأوردوا في هذا الباب كل ما روي عن النبي مما صح ولم يصح. إذن يعتقد المحقق أن هناك روايات صحيحة ماذا؟ نعم. في فضل معاوية. نعم. ويعلم المشاهد قرأنا فيما سبق أن كل الروايات لا أصل لها. كلها لا أصل لها. نعم. وأفردوا في الثناء عليه المصنفات الكثيرة التي لم يصنفوها حتى في الخلفاء الراشدين بحسب اصطلاحهم. كل ذلك لماذا؟ ردا على الرافضة وغيرهم ممن أعلن الطعن في على هذا الصحابي الجليل ونصبوا العداء له، إلى أن يقول، ينقل مجموعة من الكلمات، أنا بودي أنقل بعض هذه الكلمات. قال عبد الله بن المبارك: معاوية عندنا محنة، فمن رأيناه ينظر إلى معاوية شزرا اتهمناه على القوم، أعني على أصحاب محمد. حسن، لا يحق لك أن تنظر إلى معاوية شزرا. وقال مالك: من شتم أحدا من أصحاب النبي أبا بكر أو عمر أو عثمان أو معاوية أو عمرو بن العاص، أبدا أبدا لا يوجد علي بن أبي طالب، وإنما معاوية ومن؟ عمرو بن العاص. التفتوا جيدا ماذا قال: فإن قال كانوا على ضلال قتل. لا يحق لك أن تقول بأنه ظل الطريق. رسول الله قال في أباغي، إذن ماذا يفعل برسول الله؟ والله لا أعلم. هذا منطقهم. هسه مالك من هو؟ لعله إن شاء الله نوفق إذا صار حديث أتكلم لكم عن مالك. من هو مالك؟ على أي الأحوال، فإن قال كانوا على ضلال قتل، وإن شتمهم بغير هذا، لم يقل على ضلال، لم يقل أنهم كانوا على كفر، من مشاتم بغير هذا من مشاتمة الناس نكلا نكالا شديدا. وقال أحمد، هذا كلام مالك، وقال أحمد: من انتقص واحدا من أصحابه أو أبغضه، إلى أن يقول، هذه عامة، عن أبي الحارث قال: وجهنا رقعة إلى أبي عبد الله أحمد بن حنبل، ما تقول في من قال لا أقول إن معاوية كاتب الوحي، مع أن الرواية موضوعة، ولكن مع ذلك ما تقول لا أقول أن معاوية كاتب الوحي ولا أقول إنه خال المؤمنين، فإنه أخذها بالسيف غصبا، باعتبار غصب الخلافة. نعم. قال أبو عبد الله: هذا قول سوء رديء، يجانبون هؤلاء القوم ولا يجالسون، ونبين أمرهم للناس، إلى آخره. ثم ينقل كلام ابن تيمية. التفتوا جيدا، بودي أن المشاهد الكريم يلتفت إلى كلام ابن تيمية المنظر للنهج الأموي والمنظر لمعاوية. يقول: قال ابن تيمية في مجموع الفتاوى: واتفق العلماء على أن معاوية أفضل ملوك هذه الأمة. أنا لا أعلم أي علماء الذين اتفقوا على هذا. هذه من تدريسات ابن تيمية.
وهو أنه في الموضع الذي يحتاج ويريد يقول اتفق ماذا؟ اتفق أجمع. أما في الموارد التي لا تنسجم مع النهج الأموي حتى لو كان مجمع عليه يقول ماذا؟ يقول أشكك فيه. أحسنتم. يقول اتفق العلماء على أن معاوية أفضل ملوك هذه الأمة. ويعترف أنه ملك يعني ليس بخليفة. لا لا اسمحوا لي بل لا الآن يوجهها. فإن الأربعة قبله كانوا خلفاء نبوة وهو أول الملوك كان ملكه ملكا ورحمة. التفتوا كما جاء في الحديث. هسه هذا الحديث صحيح أو موضوع لا يهم، ما دام يخدم معاوية فهو ماذا؟ فهو صحيح. كما جاء في الحديث يكون الملك نبوة ورحمة ثم تكون خلافة ورحمة ثم يكون ملك ورحمة حتى يشمل من؟ معاوية. حتى يشمل معاوية والأمويين. أحسنت. هذا هو منطق ابن تيمية، ولكنه عندما يصل إلى علي يقول لا مو متفق عليه، مختلف ماذا؟ مختلف فيه، فلهذا لم تنعقد إمامته، ولذا خروج معاوية عليه لم يكن خروجا على إمام زمانه باعتبار أن علي لم تنعقد له الخلافة والإمامة بشكل صحيح بشكل صريح. واحدة من المباني التي يدافع بها الأمويون عن معاوية يقولون أن معاوية لم يخرج، لا ينطبق عليه أن إمام زمانه وباغ على إمام زمانه. لماذا؟ باعتبار أن بيعة علي لم تكن بيعة تامة وصحيحة لأنه مختلف فيه، لأن معاوية لم يبايع فهي غير تامة. أحسنتم. يقول ثم تكون خلافة ورحمة ثم يكون ملك ورحمة ثم ملك وجبرية ثم ملك عضوض وكان في ملكه من الرحمة والحلم ونفع المسلمين ما يعلم أنه كان خيرا من ملك غيره وأما من قبله إلى آخره. إذن ولذا المشاهد الكريم بودي أن يلتفت أنه كتب كتابا مستقلا للدفاعة عن ماذا؟ عن معاوية وعن ملك معاوية، سماه الخلافة والملك، تأليف شيخ الإسلام ابن تيمية، تحقيق حماد سلامة، راجعه الدكتور محمد عويضة، مكتبة المنار الأردن الزرقاء، من رسائل شيخ الإسلام الرسالة الرابعة، كلها دفاع عن من؟ دفاع عن معاوية. جيد. إذن القضية إخواني الأعزاء المشاهد الكريم بودي أن يلتفت أنه صحيح أن بعض المحققين علقوا وكتبوا أن هذه الروايات موضوعة، ولكن التدليس كان ماشيا على مر التاريخ. ومن أهم الشواهد على ذلك أيضا ما ورد في كتاب طبقات الحنابلة، بودي أن المشاهد الكريم يلتفت، طبقات الحنابلة للقاضي أبي الحسين محمد بن أبي يعلى الفراء البغدادي الحنبلي المتوفى سنة 526 من الهجرة، كما قلنا حققه وقدم له وعلق عليه الدكتور عبد الرحمن بن سليمان العثيمين، مكة المكرمة، جامعة أم القرى، الجزء الثالث، مكتبة العبيكان. في الجزء الثالث من هذا الكتاب في صفحة 128 بودي أن المشاهد الكريم يلتفت أنه بعض الزهاد وبعض المغفلين وبعض وعاظ السلاطين وبعض الذين وقعوا كانوا لا يعلمون ماذا يفعلون لكن كانوا يفعلون. يقول أخبرنا أحمد نزيل دمشق قال سمعت غير واحد يحكي عن أبي عمر الزاهد أن الأشراف والكتاب وأهل الأدب كانوا يحضرون عنده، يعني عند أبي عمر الزاهد، نعم، ليسمعوا منه كتب الثعلب وغيرها كتب الأدب، نعم، في عند ثعلب. وكان له لمن؟ لأبي عمر الزاهد. وكان له جزء يعني كتاب قرطاس، نعم، رسالة. وكان له جزء قد جمع فيه الأحاديث التي تروى في فضائل معاوية. يعني حتى الأدباء أيضا بلي كانوا مشغلين بلي، نعم، واقعا جهد إعلامي منظم ممنهج، نعم. فكان هذا الأستاذ وهو أبو عمر الزاهد، نعم،
فكان لا يترك أحدا منهم يقرأ عليه شيئا حتى يبدأ بقراءة ذلك الجزء. أولا لابد أن يتعلم يفتتحونه بفضائل، كأنهم يفتتحون بآيات قرآنية بذكر القرآن بذكر فضائل الأولياء والأوصياء والخلفاء والأنبياء، مو يفتتحون بذكر فضائل النبي بذكر فضائل الخلفاء بذكر فضائل من؟ معاوية. يقول حتى يبدأ بقراءة ذلك الجزء ثم يقرأ بعده ما قصد له، بعد ذلك يسمح له أن يتعلم منه. شرط. أحسنتم جزاكم الله خير. كان يشترط إذا أردت أن تتعلم شيئا عندي لابد أن تتعلم أولا ماذا؟ فضائل المعاول. إذن الشواهد، المشاهد الكريم لابد أن يعلم لأن الوقت ضيق، الشواهد في ذلك كثيرة جدا، وإن شاء الله لعله في مناسبات أخرى سنقف عندها أيضا. نعم، إذا أحببت نذهب إلى فاصل أو نكمل. لا نكمل، بل نكمل إن شاء الله. طيب. إن شاء الله. نعم. أخشى أن الوقت أحسن. لا يسع. نعم إذن طيب سمح سيد، صار واضح. ولكن هل هناك إجراءات أخرى اتخذها الحكم الأموي للقضاء على ذكر علي وأهل بيته صلوات الله عليه؟ أحسن. في الواقع بأنه المشاهد الكريم يعلم في هذه الحلقات التي بدأناها منذ أشهر هناك شواهد كثيرة وإجراءات ممنهجة قديما وحديثا لإقصاء من؟ لإقصاء علي وأهل بيته، لإقصاء ذكر علي، لإقصاء اسم علي، فضلا أن يكون لعلي ماذا؟ موقع. هسه قد يقول لقائل واقعا أن معاوية فعل ذلك؟ الجواب بشكل واضح وصريح، أنا الآن أذكر الشواهد بالقدر الذي يسعه الوقت. انظروا ماذا يقول في سير أعلام النبلاء المجلد الخامس، يعني الإمام الذهبي، سير أعلام النبلاء الإمام الذهبي الجزء الخامس مؤسسة الرسالة، في الجزء الخامس صفحة 101. انظروا إلى اسم المترجم له، 35 رقم الترجمة 35، علي ابن رباح. علي مو علي. نعم. علي ابن رباح. أحسنتم. هسه بالتصغير أو بأي شيء، المهم ليس علي وإنما ماذا؟ نعم. علي. يقول هو الإمام الثقة أبو موسى اللخمي المصري، سمع من عمرو بن العاص وعقبة بن عامر وأبي قتادة الأنصاري بن عبيد وعبد الله بن عامر وطائفة من الصحابة، إلى أن يقول وكان في صفحة 102، وكان من كبار علماء التابعين. جيد، إلى هنا ما عندنا طيب. مشكل. قال أبو عبد الرحمن المقرئ، من يقول؟ الذهبي. نعم. قال أبو عبد الرحمن المقرئ كانت بنو أمية، القضية كانت سيرة عامة. نعم. واضحة. نعم. واضحة وممنهجة. كانت بنو أمية إذا سمعوا بمولود اسمه علي قتلوه. لا إله إلا الله، كما يفعل فرعون. مو أنه يوالي عليا، مو أنه على خط علي، جرمه أنه سمي جرم علي، جرمه أن أبويه سموه ماذا؟ عليا. سموه عليا، كانوا قتلوه يقتلونه. وهذا الذهبي يقول، هذا الذهبي، هذا الخامس. بلي سير أعلام النبلاء المجلد الخامس للإمام الذهبي صفحة 102. كانت بنو أمية إذا سمعوا بمولود اسمه علي قتلوه، فبلغ ذلك رباحا أبو علي. نعم. فغير اسم ابنه، صغره. أحسنتم، كان علي. نعم. ولكن لما سمع أن هؤلاء هكذا يفعلون. نعم. فغير ماذا؟ قال نعم، قال هذا علي. نعم. لا إله إلا الله. هذه كانت سيرة بني أمية، هؤلاء الذين يقولون ويخرجون وهم واقعا مجموعة من الجهلة ومجموعة من الذين لم يقرأوا التاريخ، يقولون بأنه بين الصحابة كانت هناك تزاور، كانوا بعضهم يحب بعضا وهم في الجنة. بلي بلي بلي.
كانوا إذا سمعوا بمولود اسمه علي ماذا؟ نعم. هسه قد يقول لقائل سيدنا توجد شاهد آخر يثبت هذه الحقيقة. نعم، شواهد كثيرة، مو شاهد واحد، شواهد كثيرة. اسمه يرعب الظلام. اسمه. نعم. هذا سير أعلام النبلاء الجزء العاشر من الكتاب، صفحة 400 من الكتاب، في ترجمة الإمام أو العلامة الحافظ الصادق أبو الحسن المدائني. يقول نزل بغداد وصنف التصانيف وكان عجبا في معرفة السير والمغازي والأنساب وأيام العرب، مصدقا فيما ينقله عالي الإسناد. كل الصفات الجيدة، كل الذي نحتاجه موجود. هسه انظروا ماذا يقول هذا الرجل. هذا الرجل يقول حكى المدائني، ينقل عنه في صفحة 402. نعم. حكى المدائني أنه أدخل على المأمون فحدثه بأحاديث في علي فلعن بني أمية. يعني مأمون لعن من؟ بني أمية. وأحسنتم لما رأه. فقلت، من يقول؟ المدائني يقول. نعم. فقلت حدثني المثنى، اللي يقول بأنه لا يوجد أصدق منه ولا يوجد أعلى سندا منه. نعم. فقلت حدثني المثنى ابن عبد الله الأنصاري قال كنت بالشام فجعلت لا أسمع عليا ولا حسنا، إنما أسمع معاوية يزيد الوليد ونحو ذلك. محي اسمه من البلاد ولي كلها. أرادوا أن يمحوا اسمه من تاريخ الإسلام والمسلمين، من المجتمع الإسلامي، أن لا يذكر أحد اسم علي بن أبي طالب. طبعا لا يقول لي قائل سيدنا يعني كان في الزمان، أقول لا، في هذا الزمان أيضا. ارجعوا إلى بعض المناطق، ارجعوا إلى بعض البلدان، تجدون لا، الآن اذهبوا إلى شمال أفريقيا، اذهبوا إلى مصر، اذهبوا إلى بلدان إسلامية أخرى، تجدون واقعا أسماء الأئمة موجود. يعني علي، حسن، الحسين، سيدا شباب أهل الجنة، باقر، صادق، موجود مولان عند الجميع موجود. ولكنه في بعض المناطق والله لن تجد إلا نادرا نادرا اسم قتل بعض الأشخاص لأن اسمه اسم أحدهم علي مثلا الآن في زمان. بلي يعني الآن لا أريد أدخل في هذه التفاصيل. نعم الآن التسمية. وهنا رواية قيمة عن الإمام الصادق عليه أفضل الصلاة والسلام، والوقت لا يسع. الإمام الصادق دخل عليه أحد الأشخاص، الرواية في تحف العقول، دخل عليه قال له يا ابن رسول الله أنا من محبيك. قال من أي المحبين أنت؟ نعم. السائل استغرب، قال يا ابن رسول الله وكم عدد أقسام محبيكم؟ قال محبون على ثلاثة أقسام. نعم. قسم يحبون في العلن في السر دولا علن. نعم. يعني في قلبه يحبنا ولكنه يظهر أو لا يظهر، يخاف. هسه إما يخاف وإما مصالحه لا تقتضي. نعم. وقسم أحبونا في العلن دون ماذا؟ السر. دون السر. وقسم أحبونا في السر والعلن وهم النمط الأعلى، الإمام سلام الله عليه. التفتوا جيدا، أنا أتصور أن بعض هؤلاء الذين من حيث التسمية لا يسمون أبناءهم بأسماء الأئمة، ومع ذلك يلقلقون بالألسنة أننا نحب ماذا؟ ها؟ عليا، نحب عليا وفاطمة والحسن والحسين إلى غيره. إذن القضية واضحة جدا. إذن أنا أريد أقول بأنه أساسا هؤلاء أرادوا أن يمحوا ماذا؟ هذه من الإجراءات التي اتخذوها، أن يمحوا ماذا؟ اسم علي، فضلا عن الولاء لعلي، فضلا عن نهج علي، فضلا عن خط علي عليه أفضل الصلاة والسلام. وهو معاوية شعاره والله دفنا دفنا إلا دفنا. هذا هو الإجراء الآخر، وهو القضاء على ماذا؟ القضاء على ذكر علي عليه أفضل الصلاة والسلام. نذهب إلى فاصل سماحة السيد. مشاهدينا الكرام، فاصل ونعود إليكم فانتظرونا. We'll be right back.
مرحبا بكم مشاهدينا الكرام من جديد، ومرحبا بسماحة السيد. مرحبا بكم سماحة السيد، حياكم الله. طيب، هل هناك إجراء آخر غير الذي تفضلتم به؟ نعم، في الواقع بأنه هناك إجراءات أخرى اتخذها النهج الأموي، ومن هذه الإجراءات ومن أعقدها ومن أخطرها هذا الإجراء الذي سأشير إليه، ولكنه هذا الإجراء فقط في هذه الليلة، باعتبار أنه أحاول أنه أنتهي من بحثي بسرعة حتى أنه في هذه الليلة نعطي وقت أكثر للمداخلات، باعتبار أنها الحلقة الأخيرة من أبحاثي هذا الموضوع. من الإجراءات الأخرى الذي سأعنونه إن شاء الله تعالى، وبإذن الله تعالى سنتحدث عنه مفصلا بعد شهر رمضان، هو قلب الحقائق والمعارف الدينية. الحقائق التي وردت عن الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله جعلوها بشكل مقلوب. حتى يتضح الكلمة عن مواضع، حتى يتضح ماذا فعلوا هؤلاء. أنا أقرأ بعض عبارات ابن أبي الحديد. ابن أبي الحديد، انظروا ماذا يقول. هسه قد يقول لقائل: سيدنا ابن أبي الحديد هؤلاء يتهمونه أنه ليس بالتشيع كذا. بعد ذلك سيتضح أنه شيعي أو ليس بشيعي أولا، ثم نذكر الشواهد لإثبات هذه الحقيقة. إذن بغض النظر أن ما قاله صحيح أو ليس بصحيح، ابن أبي الحديد في شرح نهج البلاغة، تأليف ابن أبي الحديد المعتزلي، في ذيل الخطبة 203 من خطب أمير المؤمنين، يعني في ذيل قوله: ومن كلام له عليه السلام وقد سأله سائل عن أحاديث البدع، يقول: ثم كتب معاوية إلى عماله أن الحديث في عثمان قد كثر وفشى في كل مصر وفي كل وجه وناحية، فإذا جاءكم كتابي هذا فادعوا الناس إلى الرواية في فضائل الصحابة، ولا تتركوا خبرا، محل شاهد هذه الجملة، ولا تتركوا خبرا يرويه أحد من المسلمين في أبي تراب إلا وتأتوني بمناقض له في الصحابة. أحسنت. يعني كلما ذكرت رواية صحيحة في علي، يعني قال رسول الله: أنت مني بمنزلة هارون من موسى، قولوا في صحابي أنه أيضا قال رسول الله: أنت مني بمنزلة هارون من موسى. إذا قال رسول الله كذا وكذا، أنتوا ضعوا الحديث في واحد، وخصوصا الصحابة الذين عادوا عليا، حتى تكون الفضيلة مشتركة أو تتميع الفضيلة، وتساهلوا مع معاوية. أحسنتم. نعم. أحسنتم. فإن هذا أحب إلي وأقر لعيني وأدحض لحجة أبي تراب وشيعته، وأشد إليهم من مناقب عثمان وفضله. جيد. سؤال: هل توجد هناك سيد؟ هذا الكلام من قال؟ ابن أبي الحديد المعتزلي. طبعا يكون في علم المشاهد الكريم، ابن أبي الحديد المعتزلي لا فقط أنه ليس متهم بالتشيع، بل هو من مخالفي ومن أعداء ماذا؟ التشيع. نعم. قد يقول لقائل: سيدنا هذا وقعا له شاهد، انظروا هذا أمامكم، شرح ماذا؟ نهج البلاغة لابن أبي الحديد المعتزلي في الصفحة 49 من الجزء 11، يقول: فيما فصل فيما وضع الشيعة والبكرية من الأحاديث. التفتوا جيدا، الأحاديث الموضوعة، يقول هناك واي من الأحاديث وضعها الشيعة، وهواي من الأحاديث وضع أتباع أبي بكر. نعم. التفتوا جيدا، يقول: ولكنه الوضع بدأ على أيدي الشيعة، لا على أيدي ماذا؟ البكرية. لا على أيدي أصحاب. هذا اتهام واضح. نعم. والله أنا لا أستغرب، ومع ذلك يأتي بعض الجهلة يقول ابن أبي الحديد ما هو شيعي. أقرأ العبارة، يقول: اعلم أن أصل الأكاذيب في أحاديث الفضائل كان من جهة الشيعة. كيف يكون شيعيا إذن؟ والله لا أعلم. هسه أنت الإنسان يعبر عن هؤلاء جهلة. يعني ابن تيمية أيضا هكذا كان. هو هكذا، هذا منطق ابن تيمية. نعم. إن أصل الأكاذيب في أحاديث الفضائل كان من جهة الشيعة،
فإنهم وضعوا في مبدأ الأمر أحاديث مختلفة في صاحبهم في قبال ذلك، فلما رأت البكرية ما صنعت الشيعة وضعت لصاحبها أحاديث في مقابلة ويقول هذه صاحبهم لم يقل صاحبنا والله. لم يقل في صاحبنا لأن هو ليس منهم أحد. ليس منهم تصريح هذا نعم. تصريح من ابن أبي الحديد. ومع ذلك يأتي ما أدري عبر عنهم بعض العوام بعض المغفلين بعض من لا خبرة له بعض من لا علم له بعض من لا معرفة لأنه قال له. عليه السلام قال ولكنه قال أحسنتم فقط لأنه قال علي ماذا أفضل لأنه قال كذا وكذا إذا لابد أن يتهم بالتشيع وإلا هو يصرح بهذا. المهم أنا في هذه الليلة أشير إلى نموذجين أو ثلاث. النموذج الأول ما ورد في سير أعلام النبلاء. يتذكر المشاهد الكريم تكلمنا مفصلا في حلقات سابقة يا علي لا يحبك إلا مؤمن ولا يبغضك إلا ماذا منافق. إلا منافق. انظروا هذا كتاب سير أعلام النبلاء للإمام الذهبي الجزء 16 صفحة 216. التفتوا جيدا الرواية قال حدثنا معل بن هلال عن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر مرفوعا لا يبغض أبا بكر وعمر مؤمن ولا يحبهما منافق. نفس الحديث فقط ترتيب بسيط معه تبدلت من علي إلى من إلى أبي بكر وعمر. فلهذا يقول معلى ترك. من يقول الذهبي نعم. يقول هذا معلى بن هلال ماذا متروك. والمحقق في الحاشية يعني شعيب الأرناؤوط ماذا يعبر يقول بل اتفق النقاد على تكذيبه. أحسنت. مورد اتفاق أن هذا الإنسان ماذا كذاب. نعم. إذن هذا الذي ذكره ابن أبي الحديد المعتزلي نعم. وهو أن معاوية ماذا فعل بدأ ماذا أنه كل فضيلة وردت في علي أن يأتي بمقابل لها ماذا وله العطاء وله إلى آخره. ولذا ابن أبي الحديد بعد ذلك يقول ومن هنا فشى حديث ماذا حديث كثير. هذا هو المورد الأول يقول معلا ترك. ويقول الأرناؤوط بل اتفق النقاد على تكذيبه كما قال الحافظ في التقريب. هذا النموذج الأول. نعم. النموذج الثاني الذي لا بد أن نشير إليه وهو ما ورد الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة. وهذا الحديث من الأحاديث المتفق عليها لا يوجد هناك مخالف في هذا الحديث ورواياته صحيحة السند ولا خلاف فيها. ولكنه تعالوا معنا إلى الإضافات التي وجدت بعد ذلك. من هذه الإضافات في أي كتاب سمح بل عفوا في كتاب سنن الترمذي تحقيق الأرناؤوط الجزء السادس صفحة 248 رقم الحديث 3994. الرواية عن أنس قال رسول الله لأبي بكر وعمر هذان سيدا كهول أهل الجنة من الأولين والآخرين إلا النبيين والمرسلين. ثم قال لعلي لا تخبرهما يا علي. هسه الآن هو ينقل مفاجأة كل يوم أحسنته. هذه روايات ثلاثة ينقلها هاي رواية والرواية الثانية عن الزهري اللي هو من أشد النواصب والرواية الثالثة ينقلها عن أيضا عن الشعبي عن الحارث عن علي. أنا ما أريد أن أعلق وقعا على الروايات أريد أنظروا إلى الأرناؤوط كيف يعلق على الروايات. الرواية الأولى يقول حديث صحيح بشواهده يعني إذن هو حديث ماذا ضعيف السند نعم. ولكن من خلال الشواهد والمتابعات يريد ماذا يصحح. أن يصححه. وهو محمد بن كثير وهو ابن أبي عطاء اختلف فيه فضعفه قوم ووثقه آخرون فهو ضعيف. نعم النتيجة هو ضعيف ولكن, ضعيف. ولكن يقبل. الرتوش, يقبل. الرتوش. نعم. الحديث الثاني يقول عنه الترمذي قال والوليد بن محمد الموقري يضعف في الحديث
الرواية اللطيف، الرواية ما هي؟ الرواية عن الزهري عن علي بن الحسين عن علي بن أبي طالب، يعني الإمام السجاد نقل عمن مباشرة عن علي بن أبي طالب، هو يقول ولم يسمع علي بن الحسين من علي بن أبي طالب. إذن هناك واسطة ماذا ساقطة في الرواية. متى كان يذكر علي بن الحسين؟ متى كانوا يذكرونه؟ ولكنه لأجل هؤلاء يذكرون. الرواية أيضا يقول اللطيف، التفتوا، يقول حديث صحيح بطرقه وشواهده وهذا إسناد ضعيف، يعترفون أنه ماذا ضعيف. أيضا الإسناد ضعيف. وهكذا عندما يأتي إلى الثالث يقول صحيح وهذا إسناد ضعيف لضعف الحارث. إذن الروايات كلها إما من وضاعين وإما ماذا من ضعفاء، بخلاف رواية الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة. هذا هو النموذج الثاني. يعني طبعا سيد فقط عفوا أيضا رسول الله قال صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة عجوز، فكيف صارك يعني لا يدخل الجنة عجوز؟ هذا إذا دكتور إن شاء الله تعالى بعد شهر رمضان سنقف. أنا فقط الآن أعنون البحث أنه هؤلاء النهج الأموي ماذا فعل في تراثنا وفي الروايات الواردة، وهو أنه كما قال منه، كما قال ابن أبي الحديد، قال للذين يضعوا الحديث أينما وجدتم فضيلة لعبن علي بن أبي طالب ضعوا ما يضاهيها ماذا في غيره. مثل هذه الأمور على أي لحو. نعم أحسنتم. النموذج الثالث الذي لا أريد أن أطيل الحديث فيه، وهي قضية سد الأبواب إلا باب علي. هذه الروايات كما تعلمون أيضا من الموارد المتفق عليها، وإن شاء الله سيأتي حديثها بعد شهر رمضان. ينقل البخاري في المقابل ماذا؟ ينقل البخاري عن عكرمة الرواية في صحيح البخاري، الجامع الصحيح البخاري، المكتبة السلفية، الجزء الأول، صفحة 167، الحديث 467. الرواية عن عكرمة عن ابن عباس قال خرج رسول الله في مرضه الذي مات فيه عاصبا رأسه بخرقة فقعد على المنبر فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال إنه ليس من الناس أحد أمن علي في نفسه وماله من أبي بكر بن أبي قحافة، ولو كنت متخذا من الناس خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، ولكن خلة الإسلام أفضل، سدوا عني كل خوخة في هذا المسجد غير خوختي أبي بكر. خب هاي الرواية صحيحة أو لا؟ ذكرنا، يتذكر المشاهد الكريم، أن من رواة، هناك رواة في صحيح البخاري هم من النواصب، هم من الخوارج، هم من أعداء من علي وأهل البيت عليهم، ومنهم عكرمة الذي سيأتي الحديث عنه إن شاء الله تعالى لاحقا. هذه نماذج ثلاث. لذا أحاول أن أختم حديثي بما ذكره ابن أبي الحديد المعتزلي في صفحة 49 من الكتاب، يقول فلما رأت البكرية، بل الجزء الحادي عشر لشرح نهج البلاغة، ابن أبي الحديد المعتزلي يقول فلما رأت البكرية ما صنعت الشيعة وضعت لصاحبها أحاديث في مقابلة هذه الأحاديث. ما الذي وضعته؟ لو كنت متخذا خليلا لاتخذت ماذا؟ أبا بكر. يقول هذه من أحاديث التي وضعتها البكرية، فإنهم وضعوه في مقابلة حديث الإخاء الذي آخى فيه رسول الله بينه وبين علي. ونحو سد الأبواب فإنه كان لعلي، فقلبته البكرية إلى من؟ إلى أبي بكر. ونحو ائتوني بدوات وبياض أكتب فيه لأبي بكر كتابا لا يختلف عليه اثنان، ثم قال يأبى الله تعالى والمسلمون إلا أبا بكر، فإنهم وضعوه في مقابلة الحديث المروي عنه في مرضه ائتوني بدوات وبياض أكتب لكم ما لا تضلون بعده أبدا، فاختلف إلى قال لقد غلبه الوجع، حسبنا كتاب الله، ونحو حديث أنا راض عنك فهل أنت عني راضي، ونحو ذلك من الأحاديث الموضوعة. هذه نماذج. نعم. إذن أنا
إن شاء الله تعالى، أعد إن شاء الله تعالى بإذن الله تعالى بعد شهر رمضان نقف عند هذا الإجراء الخامس، وهو بحث أساسي ومهم لنعرف الأحاديث الصحيحة، نميز الأحاديث الصحيحة من الأحاديث السقيمة والموضوعة التي وردت في فضائل الصحابة. أحسنت، بدنا ندخل بعض الاتصالات أم عندكم إذا عندي خاطر؟ عندي بلي مطلب واحد إذا تسمحوا لي أنا تفضل. أكمله وإن شاء الله يسمح لي المشاهد الكريم هذا. نعتذر للأخ محمد من الأردن لحين أحسنتم إذا يسمح لي 3-4 دقائق مو أكثر. نعم. أختم حديثي بهذا النص الوارد في كتاب مسائل الإمام أحمد، بودي أنه المشاهد الكريم يلتفت، مسائل الإمام أحمد بن حنبل رواية إسحاق ابن إبراهيم بن هاني النيسابوري، أعدها للنشر أبو الأشبال أحمد بن سالم المصري، دار التأصيل ودار المودة. في هذا الكتاب هناك في الرقم 1866 يقول: وسمعت أبا عبد الله، يعني من؟ يعني أحمد بن حنبل. نعم. وقال له دلوي: سمعت علي بن الجعد. أنا قبل أن أقرأ النص أريد أن أقول من هو دلويه ومن هو علي بن الجعد. أما دول بودي أن المشاهد الكريم لأن الوقت ضيق جدا، أما دلويه فقد ورد في المجلد 12، نعم في المجلد 12 صفحة 120 هذه ترجمته. قال الإمام سير أعلام النبلاء الجزء 12: الإمام المتقن الحافظ الكبير، إلى أن يقول ويلقب أيضا دلويه. قال: حدث عنه البخاري وأبو داود والترمذي والنسائي، إلى أن يقول وقال أبو حاتم صدوق، وقال إبراهيم ابن أروم ليس على بسيط الأرض أحد أوثق من زياد بن أيوب. هذا من؟ هذا دلوي. أما علي بن الجاعد فقد ورد في المجلد 10 ترجمته، في المجلد 10 صفحة 459 أيضا سير أعلام النبلاء، يقول هذه ترجمته: علي بن الجعد الإمام الحافظ الحجة مسند بغداد، إلى أن يقول حدث عنه البخاري وأبو داود ويحيى بن معين وخلف بن سالم وأحمد بن حنبل شيئا يسيرا، إلى أن يقول التفتوا أرجعوا إلى الرواية. نعم. إذن في سند هذا النص، مو الرواية، في سند هذا النص من يوجد؟ أرجع أقول وسمعت أبا عبد الله. نعم. الراوي يقول وقال له دلويه الذي قرأنا ترجمته. نعم. وهو أنه لا يوجد على بسيط الأرض من أوثق منه. نعم. سمعت علي بن الجعد الذي هو من شيوخ البخاري. نعم. يقول لمن؟ يقول لأبي عبد الله، يعني لأحمد بن حنبل. نعم. مات والله معاوية على غير الإسلام. لا إله إلا الله. هسه هؤلاء انظروا ماذا تقول مدرسة الصحابة، وانظر ماذا يقولون ماذا ها مدرسة النهج الأموي. نعم. أنه يجعلوه في قبال ماذا؟ نعم. في قبال أبي بكر، بل يفضلونه. نعم. بل أمين الوحي. مات، أقرأ العبارة: مات والله معاوية على غير الإسلام. هذا الذي كنت أريد أن أقوله للمشاهد، وتتمت الأبحاث إن شاء الله تعالى تأتي بعد شهر رمضان، وإن شاء الله من الليلة الجمعة القادمة سنبدأ أبحاثنا في التوحيد بإذن الله. أحسنتم، شكرا لكم. وهو زعيم الفئة الباغية كيف إن شاء الله إن شاء الله سنقف عند هذه القضية. نعم. طيب إذن إذا بقي الأخ محمد الأردن معنا أو انقطع الاتصال معه، وعلى العموم نأذن للإخوة من الآن نعم الأخ محمد من الأردن تفضلوا. أخ محمد السلام عليكم. أخ محمد تفضلوا. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. السلام ورحمة الله. السلام عليكم. عليكم السلام تفضلوا. كيف حالك شيخنا الجليل؟ مرحبا بكم أخي العزيز. طيب تفضلوا أخي. شيخنا الجليل، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الخلق وأشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه المنتجبين الطاهرين.
ليس أمثال بني أمية ولا أمثال ابن تيمية ولا أمثال النهج الأموي يا سيدنا. نشكرك على هذه البرامج، ونشكر هذا النور الساطع من قناة الكوثر، ونتمنى من الله نتمنى من الله أن يديمكم أنتم آل البيت الكرماء أصحاب هذه المدرسة العظيمة التي تنير درب مدرسة الصحابة. فوالله إنا نستمد منكم هذا العلم العظيم. ومن أين يا سيدي جئتم به؟ إنكم من سليل علي عليه السلام وآل بيته الطاهرين. نعم، فالحمد لله رب العالمين. حياكم الله، حياكم. شكرا على الله. شكرا للأخ الكريم محمد من الأردن. معنا الأخ أبو عمار من العراق، تفضلوا أبو عمار. إذا انقطع. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. حياكم الله، تفضلوا. أبو صادق من بغداد، وليس أبو معنا عمار. معنا الأخ أبو صادق. ما استطعت أتابع البرنامج طيب. وياكم، بس معك لفظ ذكر خال المؤمنين معاوية. طيب. في أي حق وتحت أي ميزان سمي خال المؤمنين، علما أنه محمد بن أبي بكر ابن الخليفة الأول اللي هو من الحديث من العشر المبشرة، وهو أخت أم المؤمنين عائشة، وهو ما له من الصحبة، فكيف أنه محمد بن أبي بكر ما يقال عليه خال المؤمنين ويقال خال المؤمنين لمعاوية؟ نعم، وشكرا. حياكم الله، حسنتم. بل إن الأمويين قتلوه وفعلوا به ما فعلوا بمحمد بن أبي بكر. نعم، شكرا للأخ أبي صادق من العراق. نعم، إذن نعم. طيب نعم، إذن نعم. سمحت، معنا من سوريا، من معنا؟ الأخ عمر من سوريا، تفضلوا أخ عمر. السلام عليكم سيدنا، كيف حالك دكتور؟ عليكم السلام ورحمة الله، حياكم الله، تفضلوا. عندي مداخلة بسيطة. روى عن عبد الله بن عمر أنه قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فسمعته يقول: يطلع عليكم رجلا يموت على غير ملتي. فطلع معاوية. وعن جابر أن النبي صلى الله عليه وآله قال: يموت معاوية على غير ملتي. هذه الرواية موجودة في أنساب الأشراف الجزء الخامس صفحة 134 للبلاغري. نعم. وتاريخ الطبري الجزء العاشر صفحة 58، ونهج البلاغة الجزء الخامس صفحة 119، ووقعة قسين صفحة 217. نعم. وأنا أستغرب لماذا هذا الكيل بمكيالين لكل ما يخص الإمام علي وأهل البيت عليهم السلام، وفقكم الله سيدنا لكشف هؤلاء الذين يدعون العلم والمعرفة، الذين يخرجون على فضائيات البائسة التي تلفظ أنفاسها الأخيرة. والسلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وإن شاء الله هذه الأحاديث سيتم التحقق منها إن شاء الله تعالى. نعم، طبعا أحسنتم. إذا مناسبتك ما يعلم بعد شهر المشاهد رمضان الكريم إن شاء الله أحسنتم. أن الروايات التي تنقل هنا أنا لا أستطيع لا أن أوافق عليها ولا أستطيع أن أردها أيضا، باعتبار أنه لا تحتاج إلى دقة في السند، وتحتاج إلى دقة في رجال السند، وأنه صحيحة أو غير صحيحة. ولكنه الآن نحن قرأنا بعض النصوص التي أحسنتم، أشرنا إلى بعض هؤلاء الذين أشاروا إلى هذه الحقيقة. سمح سيد، معنا الأخ أبو بكر من بلجيكا، تفضلوا. ألو. تفضلوا. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. السلام ورحمة الله. عليكم السلام، تفضلوا. أقدم تحياتي لفضيلة الشيخ جزاه الله خير على هذا البرنامج الطيب، وأنا أتابعكم منذ 6 أشهر منذ أن بدأتم هذا البرنامج. نعم. وأنتم توضحوا لنا مذهب طيب مذهب الصحابة جزاكم الله خير. نعم. فإن كثير من الإخوة يدعون لكم بالخير إن شاء الله. إن شاء الله. الأخ منين أسألوه منين؟ ويتمنوا لكم إن شاء الله. نعم. حياكم. بارك الله في عمركم إن شاء الله وأطال عمركم. نعم. وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام، شكرا الأخ الكريم أبي بكر من بلجيكا. نعم، معنا اتصال، كان الأخ من بلجيكا. نعم، معنا اتصال آخر من البحرين، من معنا من البحرين؟ معنا الأخ إبراهيم من البحرين، تفضلوا أخ إبراهيم. نعم أخ إبراهيم، تفضلوا. السلام عليكم. عليكم السلام وعليكم ورحمة السلام الله. السلام عليكم. عليكم السلام، تفضلوا. جزاكم الله بخير. بس بغيت اعرف متى عاد بث البرامج في رمضان؟ نعم.
طيب نعم، تسألون عن برامج في شهر رمضان؟ نعم، معنا الأخ أبو محمد من السعودية، تفضلوا أبو محمد. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله. عندي مداخلة بسيطة. تفضلوا أخي العزيز. أقول يعني الشيخ يعني حريص على يعني الطعن في الصحابة من بعيد، ولسنا بحاجة للمرويات الذي يذكرها لتضعيفها. في القرآن قد شهد للصحابة بالثناء، فقال الله عز وجل: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. فأبو بكر الصديق من السابقين، فلا داعي للطعن من قريب أو بعيد. طيب. أما بل لا خليكم نعم. للأخ العزيز. تفضلوا. طيب تفضلوا. أما أن البخاري لحظة شوي. تفضلوا. أما أن البخاري روى عن بعض الخوارج، فالخوارج مبغوضين من أهل السنة ومبغوضين من البخاري نفسه. أما كون البخاري روى عن بعضهم فلأن الخوارج يرون أن الكذب مخرج عن الإسلام، فهم لا ينقلون إلا صدقا، ولكن مشكلتهم في التأويل وليس في النقل، فلذلك نقل عنهم البخاري، لأنهم يرون أن الكذب ان مرتكب ان الكذب من كبائر الذنوب. اقول ايش هذه اكتبوها دكتور بدي اجاوب عليها. طيب خارج عن الاسلام. نعم وصلت فكره من الشيخ. نعم ان يكون فاهما لعقيده اهل السنه. طيب ماذا يكون فاهما لعقيده اهل السنه. طيب نعم اذا امكن اهل السنه جيدا. شكرا. نعم وصلت فكرتكم بامور. نعم طيب يلبس فيها. لا اطمئنوا انه ما لبسته. ساذكر لكم مداخلات الاخ، فقط ادخل اخر اتصال فاذكر لكم مداخلات. بودي ان اجيب الاخ، كانت مداخلته نعم علميه وانا بودي ان اجيب. اخر اتصال اخ حيدر من المانيا، تفضلوا بايجاز اخ حيدر. نعم السلام عليكم دكتور. حياكم الله، تفضلوا. عليكم السلام ورحمة الله. السلام عليكم سماحة السيد. عليكم السلام ورحمة الله. سماحة السيد، عندي بس طلب صغير، أرجو أن الحلقات كلها تبوبونا إياها في أقراص ليزرية إذا أمكن. نعم. حتى ممكن نشتريها وندفع التكلفة، بارك الله فيكم. إن شاء الله. نعم الحمد لله الآن تكثر وموجودة إن شاء الله. نعم موجودة وتكثر عندنا. نعم يوجد وقت جيد سماحة السيد. نبدأ بالأخ أبي محمد من السعودية. ذكر عدة أمور. نعم مطلبه الأول أنه يقول القرآن قال والسابقون الأولون. الجواب نعم. نحن فيما يتعلق بالقرآن الكريم وأنه تكلم عن السابق المهاجرين والأنصار، يقينا أن معاوية ليس لا من المهاجرين ولا من الأنصار وإنما هو من الطلقاء. إذن هذه الآيات المباركة لا علاقة لها بمعاوية وبني أمية والطلقاء. أما قول الأخ الكريم بأني طعنت في أبي بكر، فأتصور بأن الأخ إما كان نائم مثلا أو التبس عليه الأمر. أنا لم أطعن ولم أكن بصدد الطعن لا في أبي بكر ولا عمر ولا غيره. أنا قلت أن مجموعة من الروايات التي وردت في أبي بكر وعمر هي من موضوعات ماذا؟ نعم. بني أمية. إذن أن تكون هناك روايات موضوعة في أبي بكر وهم اعترفوا بأنه كانوا يضعون الحديث في قبال ماذا؟ إذن أن تحملني أني كنت بصدد الطعن في أبي بكر وتذهب إلى القرآن. أما فيما يتعلق بالآيات القرآنية، أنا قلت فيما سبق أن الآيات القرآنية لم تعين أسماء أبي بكر وعمر، ولم تتكلم عن الصحبة حتى أن نقول هؤلاء من الصحابة، وإنما تكلمت عن السابق المهاجرين والأنصار، وتكلمت عن الذين اتبعوهم بإحسان ومن المؤمنين وغير ذلك. وهذا حديث تقدم فيما نعم. سبق. طيب لهم مطلب آخر. بل تفضل. أحسنتم. يقول الخوارج لماذا يحتجوا البخاري؟ لا قبله كان عدة ثلاثة أمور ذكرها هو. نعم يعني هو قضية أن سماحة السيد لابد أن يفهم عقيدة أهل السنة. لا أقول هذا آخرا قاله، ما قبله ما كتبتم عنه شيء على الأحوال. نعم. ما طيب. أتذكر. طيب. هو ذكر ثلاثة أمور، ولكن مع الأسف أنا ما كتبت. نعم. والدكتورة لم يكتبها. نعم. كاملة. أما ما يتعلق بمسألة أهل السنة والجماعة، أنا قلت بأنه أساسا لابد أن نميز بين نظرية الصحابة وبين نظرية النهج الأموي والمنهج الأموي. أما ما ذكره الأخ بأنه البخاري إنما ينقل عن الخوارج
ولا ينقلوا إلا لأنهم صادقون، هو هذا الكلام. كيف يمكن أن يكون الخارجي يعني المنافق؟ لأنه أنت إما أن تقبل حديث يا علي لا يحبك إلا مؤمن ولا يبغضك إلا منافق. منافق، فإذا كان خارجيا يعني يكون ماذا؟ منافقا. يكون منافقا، لأنه لا يحب لا يبغضك إلا منافق. وإذا كان منافقا، المنافقون هم كاذبون بنص القرآن والله الكريم. يشهد أن المنافقين لكاذبون، والله يشهد أن المنافقين لكاذبون. لكاذبون يعني واقعا أن البخاري أصدق من الله قيلا، يعني الله يقول أن المنافق كاذب، والبخاري يقف بإزاء في مقابل القرآن ويقول لا، أن البخاري ماذا؟ أن المنافق صادق، أن المنافق لا صادق. هذا المنطق الذي أنت تقول به، هذا مضافا. واقعا إذا كان هو يبحث عن الصادق لينقل عنه ولو كان خارجيا، ألم يكن في أئمة أهل البيت وخصوصا الإمام الصادق عليه أفضل الصلاة والسلام أنه يكون صادقا ليروي عن، لا أقول أنه يروي عن الشيعة حتى تقولون كما تقولون أنتم أتباع بني أمية أتباع ابن تيمية، تقولون أن الشيعة هم أكذب الناس. أنا لا أعلم أن هذه القاعدة من أين جاءتكم، أن الشيعة أكذب الناس وأن الخوارج أصدق ماذا؟ أصدق الناس. ولذا وهذا هو النهج الأموي أخي العزيز، يعني تذهب يمينا ويسارا، الإنسان مخبوء تحت لسانه، تجدون بأنه فلتات لسانك تخبر عما في باطنك، وهو أنك أموي الهوى واعتقادا من أتباع ابن تيمية. فلهذا تجد بكل وضوح يدافع عمن، أنا بودي أن المشاهد الكريم يلتفت أن الأخ العزيز أبو محمد يدافع عن من؟ يدافع عن الخوارج، ويدافع عن البخاري أنه نقل عن الخوارج، إلا أنه لماذا لم ينقل عن أئمة أهل البيت؟ واقعا ينبغي على الأخ الكريم أن يجيب. أما قولك بأني لبست على السنة ولبست على المشاهدين، واقعا هذا حكمك، أتركه للمشاهد الكريم ليرى بأني لبست على أحد أم لم ألبس، وإنما ذكرت الحقائق من كتبي القوم. نعم أحسنتم. أقعدنا بعد وقت، ظهر أن الوقت انتهى سمح السيد. نعم إذن لا يوجد دقيقتان إذا لديكم تعليق تفضل. أما ما ذكره الأخ العزيز بأنه هذه السيديات أخي العزيز متوفرة وموجودة، إذا تستطيعون أن تبعثوا من يأخذها أو يشتريها، هذه كلها سيديات متوفرة الآن وموجودة على موقعنا، يعني الإخوة الأعزاء يستطيعون أن يذهبوا إلى موقعنا، هذه السيديات والأبحاث والمحاضرات والكتابات كلها موجودة هنا. نعم أحسنتم. إذن نعم نذكر الإخوة الكرام بأن البرنامج سيبدأ إن شاء الله تعالى منذ الخميس القادم، وهو أول أيام شهر رمضان المبارك إن شاء الله تعالى، أو الليلة الأولى يعني البرنامج الأول من برنامج. أحسنتم. نعم سيكون برنامج مستمرا على مدى 4 أيام من كل أسبوع من أسابيع شهر رمضان المبارك، وهي الخميس والجمعة والسبت والأحد في الساعة 12:20 ليلا بالتوقيت طهران، أي الساعة 10:50 من في توقيت مكة المكرمة أيضا ليلا إن شاء الله تعالى. وأما من طلب أحد الأخوة زيادة الوقت، لا أدري إن كان الوقت أيضا ساعة في ساعة وعشر دقائق أو ساعة وربع. نعم إن شاء الله. أيضا من وعلى أي حال، ولكن إن شاء الله تعالى سيكون معكم البرنامج، وطبعا بمادة أخرى تتعلق بهذا ولكن بعنوان وهو التوحيد، كما أعلم سمح السيد أنه سيخوض في أبحاث التجسيم والتشبيه. أحسنتم. نعم وإن شاء الله تعالى أيضا ستكون فرصة طيبة في أيام وليالي شهر رمضان المبارك تتابعون هذا البرنامج وإعادات هذا البرنامج في النهار، وبعد انتهاء شهر رمضان إن شاء الله تعالى بالطاعة والقبول نعود إلى أبحاثنا هذه، وضمن البرنامجين المعروفين برنامج مطارحات في العقيدة وبرنامج الأطروحة المهدوية، وإن شاء الله تعالى نأمل منكم أيضا الاقتراحات التي تقترحونها على البرنامج وما لديكم من استفسارات خاصة، وإن كنا لم نذكرها بالأسماء وبالعناوين ولكنها تدخل في أثناء محاور هذه البرامج. أشكركم مشاهدي الكرام أيضا مرة أخرى، وأشكر باسمكم سماحة آية الله سيد كمال حيدري، وإلى اللقاء إن شاء الله تعالى في الخميس القادم، نستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. شكرا لكم سماحة.